صرنا بالثمانين، كبرنا أكيد بخبرتنا وخدمتنا ومحبتنا لكنيستنا، نجحنا بكتير محلات وقصرنا بمحلات تانية. 16 أدار هو محطة نجدد فيها الوعد، الوعد إنه هم كنيستنا رح يبقى يحركنا تتصير أبها عروس، إنه نحمل يسوع لكل إنسان بشارة فرح ومحبة وحياة، وإنه ما نسكت عن حق ولا عن ظلم، وما نتعب ولا نيأس قد ما كترت المشاكل والتحديات، ونرجع نقوم كل ما وقعنا لأن الرب رح يقوينا طول ما نحن أمينين لقضيته، وإنه نجدد حالنا بتوبة مستمرة لنكون أولاد النور وملح الأرض لحد ما نور ربنا يغمر العالم كله. 16 أدار رح يبقى هالتاريخ لنجدد شعارنا كل سنة إنه نحن بالمسيح وبه وحده نحيا ونتحرك ونوجد.